تصفيقاتكم برافو كداية تصفيقات حارة توزيع الجوائز والشواهد هو أكبر دليل على ما يليه شخصيا وكذلك عامل عمالة مكناس على المرجو المرجو من الحضور الكريم إخلاء المدار لأن مازالتما ها هو البطل ها هو البطل ها هو البطل هذا 522 شنو ذكر لك هرم من أهرامات مدينة كيف تقييم لقائد الأمن الوصول الآن تصفيقات حارة لهذا البطل يوسف ليوسف بدادو انه تباين هناك تباين ديال المستوى هما ريفي ديال صاحبه اللي في الفريق نفرغ المدار اخوان هذا البطل هنيئا جهوي شكرا للسيد الكاتب العام انت مشي السر ها حنان طشور المرتبه أما المرتبة الأولى فعادت لإسماعيل بوعليوي إسماعيل بوعليوي ويسلمه تصفيقة الجمهور الميدالية والهدية السيد رئيس إذن فئة الفتيان فئة الفتيان في المرتبة الثالثة إذن صورة للذكرى شوفنا يلومني لطيف البابا رئيس فريق النادي الرياضي المكناسي لسباق الدراجات والمرتبة الثالثة كما قلت للتراب مع سكري دائما تسليم والسبعي هذه كذا دم حفل التتويج تعلنوا من خلاله انتهاء هذه المسابقة اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة